هلا انتداب الخبراء بيكون على اي اساس؟ انه يكون موصوف بالثقه بالعدل، ما لهش مصلحه شخصيه بتقدير هاي الخبره، وعارف كيف يقدر هاي الخبره. عندنا الخبراء ما بتحروا حال الزوج الحقيقيه، بيجي بقول له امر علي على المحكمه، بياخذ منه كلمتين ثلاثه وبيكتبوا هالتقرير. ما هذا بدنا نحكي فيه، موضوع التحري نرجع ضمير، موضوع التحري عند الخبير. ما احنا لما نحكي عن يا جماعه خبير يعني محامي، يعني المفروض انه يكون في ضمير. لا هون خبير، الخبير ايش بيكون؟ ممكن يكون محامي، ممكن يكون محامي خبير فقط، وبيقسم يمين انه يقوم بعمله بامانه. طيب هو بشوف انه قام بالعمل بامانه، وانا مشكله منه انه يتحرى، يكون اكثر دقه بالتحري، مش انه خلاص ياخذ كلمتين من الزوج كلمتين من الزوجه. طبعا هي لا تملك البينات لانه هو اوريدي هرب كل امواله، فبيحكم بالنفقه